أبرز تصريحات مادلين طبرن التلفزيونية: عمري ما أفكر في الأمومة ومستحيل أكون زوجة ثانية. التفاصيل عبر قناة نجم المشاهير. كشفت الفنانة مادلين طبرن عن العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية، بالإضافة إلى حديثها عن رأيها في شخصية الملكة كليوباترا، مشيرة إلى أنها لا تحب السيدات اللاتي يستخدمن أجسادهن للوصول لأهدافهم، حيث جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية. نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات مادلين طبرن التلفزيونية: لو رجع بي الزمن برضه مش هفكر في الأمومة، ما بقاش في العمر كتير علشاني أصبر على البخل. مش من حقنا نعرف الحالة الصحية لا معاد الإمام، الست الجارية بتحب فيك رهس السيد. أنا عمري محبت الشخصية كليوباترا، وعصر سي السيد انتهى. الراجل المصري في البداية يدعي أنه تمام وبعدين بيقلب سي السيد. مبحبش الستات اللي بتستغل جسمها علشان توصل لحاجة معينة، وممنوع حد يلمسه إلا باختياري. دوري في فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل مفاجأة، ومحمد هنيدي فنان عبقري. مستحيل أكون زوجة ثانية حتى لو كان أحسن راجل في العالم. أهم ما يميز المصري حنيته الدائمة. أعمال مادلين طبرن. يذكر أن مادلين طبرن تشارك في فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه حول: يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية. وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم محمد هنيدي، محمد ثروت، مادلين طبرن، محمود حافظ، نور اللبنانية، محمد سلام، وهو من تأليف أمين جمال، ومن إخراج خالد مرعي.